تصريحات قادة الجيش أكان حاليين أو سابقين ووصولهم إلى قناعة أن القضاء على حماس وقدراتها العسكرية يكاد يكون مستحيلا. ما الذي أوصلهم إلى هذه القناعة بشكل متأخر؟ يعني هم كما قلت وصلوها بشكل متأخر جدا، حتى بعد 9 أشهر، ما يقارب 9 أشهر وصلوا إلى هذه القناعة التي تحدثنا بها وتحدث غيرنا بها منذ الأسبوع الأول للاجتياح البري، بأن هذا الجيش لن يستطيع أن يحقق أهدافه. لا بل الأمريكيين قبل بدء الهجوم البري نصحوهم بعدم تنفيذ عملية برية لأنها لن ستكون مكلفة ولن يستطيعوا حسم المعركة وتحقيق الأهداف. الآن جاء سواء إسرائيل أو هاجاري وكلاهما تحدث صراحة بأن الجيش استنفذ كل ما لديه من إمكانات ومن خطط وفشل في تحقيق الأهداف وبدأ يدور في حلقة مفرغة، وبالتالي لا بد من وجود أفق معين، أفق سياسي يحدد الأهداف ويفضي إلى وقف هذا الدائرة من الصراع. إذن تصريح هاجاري كان تجسيدا للواقع، وإسرائيل يزيف أكد على تصريحات هاجاري. طيب، عملية حي الشابورة أو مخيم الشابورة كيف تقرأها من المنظور العسكري؟ يا سيدي، الآن منطقة رفح تتحمل تقريبا 50% من إجمالي القتال والقصف، واعترف قادة الجيش الاحتلال بأن طبيعة العمليات العسكرية أكثر ضراوة وأكثر خطورة وأكثر كلفة على جيش الاحتلال. لماذا؟ لجملة من العوامل، أهم هذه العوامل الاستفادة من تراكمات الخبرة في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. الأمر الآخر، طبيعة الأرض تختلف عن مدينة غزة. نعم هي منطقة مكتظة، ولكن لاحظ في منطقة تل السلطان أو إلى الشرق من المخيم هي مناطق شبه مفتوحة بمسافات بينية تساعد على تصميم وتنفيذ الكمائن. الآن ما جرى في الشابورة اليوم هو مجرد الدخول في المناطق المبنية، عدنا إلى نفس الطريقة القديمة في إدارة المعركة داخل مخيم جباليا، وبالتالي يصبح هناك القدرة الكبيرة جدا على نصب الكمائن والاستدراج، ومن ثم تم استهداف 4 آليات مقاتلة، 2 مركافة، 2 إيتان. ثم كانت الحلقة الثانية في تل السلطان من خلال عملية الاستطلاع لعدة أيام لوقت ما، وبالتالي تم تحديد طرق الاقتراب، تم زرع العبوة الحشوة البرميلية وتم تفجيرها عن بعد، وكان ما كان. إذن طبيعة المعارك معارك ضارية، والقوات المتواجدة قوات على مستوى، أقصد المقاومة على مستوى أهلية عالية، وتم الزج بما يطلق عليها مجازا قوات نخبة النخبة أو مجموعة الإسراء، وهي التي نفذت قسم كبير من هذه العمليات.